بسم الله الرحمن الرحيم. جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر وأنه الأفضل والأرجح في هذا الزمان. جماهير العلماء قديما كانت مع إخراج الحبوب في زكاة الفطر لسهولتها وموافقتها للأصل، والآن جماهير العلماء حديثا مع إخراج القيمة لأنها أصبحت أيسر للفقير، أصبحت القيمة هي الأيسر، ولأنها أيضا تصب في مصلحة الفقير. وجاء في آداب الفتوى للنووي قول سيدنا سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشدد فيحسنه كل أحد. والقاعدة الأصولية تقول: المختلف فيه لا إنكار فيه، المختلف فيه لا إنكار فيه. وقد اختلف العلماء في إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين. القول الأول: لا يجوز إخراج القيمة بدلا من الطعام، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. قالوا: زكاة الفطر عبادة يجب التقيد فيها بالنص، ومن أخرج القيمة فقد خالف النص. هذا هو القول الأول. القول الثاني: يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو قول الإمام أبي حنيفة وبعض السلف، منهم أبو إسحاق السبيعي وهو من أئمة التابعين، أبو إسحاق السبيعي وهو من أئمة التابعين، وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وجماعة من المالكية، وهو الظاهر أيضا من مذهب البخاري، وأجازه الإمام ابن تيمية لحاجة راجحة. والقول بإخراج القيمة الآن في عصرنا هذا، القول بإخراج القيمة عليه جمهرة العلماء في زماننا هذا، وهو الراجح عند دار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في غالب الدول الإسلامية، وهو يصب في مصلحة الفقير. والسنة في هذا الباب هي مصلحة الفقير ولننطلق معا إلى التفصيل والبيان في هذا الأمر. ولنبدأ على بركة الله بذكر من قال بإخراج القيمة وأدلتهم. أولا: أبو إسحاق السبيعي، وهو أحد أئمة التابعين، فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: أدركتهم، هو من التابعين، فأدرك من؟ أي أدرك الصحابة. يقول أبو إسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. يبقى إذن أبو إسحاق السبيعي يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. يبقى أدرك مين؟ أدرك الصحابة، وهو هذا الرجل أدرك سيدنا علي وغير كثير من الصحابة وهم على قيد الحياة. هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ثانيا: عمر بن عبد العزيز، فعن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر، نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. ثالثا: قال ابن قدامة في المغني، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف. رابعا: ويجوز إخراج القيمة، يعني يجوز إخراج القيمة عند من مضوا كلهم. الأمر الرابع:
قال أيضا بجواز إخراج القيمة من؟ قال إسحاق ابن راهويه وأبو ثور، إلا أن أبا إسحاق وأبا ثور قيدا ذلك بالضرورة، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، يعني قيدا إخراج القيمة بالضرورة. خامسا، وهو قول جماعة من المالكية كابن حبيب وابن أبي حازم وابن دينار وابن وهب، هؤلاء من المالكية قالوا بجواز إخراج القيمة. سادسا، وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه، فقد صنف البخاري بابا في صحيحه سماه باب العرض في الزكاة، باب العرض في الزكاة، روى فيه حديثا معلقا قال فيه: قال طاووس، قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن، سيدنا معاذ لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله لأهل اليمن هيجمع منهم الصدقة والزكاة، فماذا حدث؟ قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. يعني سيدنا معاذ استبدل الشعير والذرة بالملابس، أهل اليمن كانوا أهل صناعة في الملابس، فأخذ منهم الملابس عوضا عن الشعير والذرة وقال لهم: أهون عليكم لأنها صناعتكم سهلة في أيديكم، وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يبقى إذن أخذ القيمة بشيء آخر سيدنا معاذ، لا في عصر الصحابة أهو، يبقى إذن قال لهم إيه؟ أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأخذ منهم الثياب عوضا عن الشعير والذرة. قال الحافظ حافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، قال: وافق البخاري في هذه المسألة، اللي هي مسألة جواز إخراج القيمة، وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل. الدليل هو اللي قاد البخاري أن ينزل على رأي الحنفية الأحناف في جواز أخذ القيمة في الزكاة. سابعا، الحسن البصري من أكابر التابعين أيضا كان يرى جواز إخراج القيمة. سابعا، الحسن البصري قال: لا بأس أن تعطى الدراهم، لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الإيه؟ الفطر. لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. إذن أجاز الحسن البصري إخراج الدراهم في صدقة الإيه؟ في صدقة الفطر. وقد استدل المجوزون لإخراج القيمة بأمور منها: واحد، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة في الزكاة، في زكاة الفطر مثلا. اثنين، أن الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة لا تفيد تحريم ما عداها بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أجازوا إخراج القمح وهو غير منصوص عليه بدلا من الشعير والتمر ونحوها من الأصناف الواردة في الحديث. جاء في فتح الباري ما ذكره ابن المنذر من أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح، أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح، نصف الصاع يعني حفنتين بكف الرجل، بكفي الرجل هكذا، واحد اثنين ده نصف صاع، أما الصاع فهو أربعة، أربعة أمداد. تعالوا معا نرى أن ابن المنذر يقول أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم رأوا أنه معادلا في القيمة
للصاع من التمر أو الشعير، يعني نصف الصاع من القمح معادل للصاع من الشعير أو الإيه أو التمر. يعني لو هأخرج من التمر أو من الشعير 4 أمداد وهو الصاع، سأخرج عوضا عنه أو بدلا منه 2 مدات من الإيه من القمح، يبقى نصف صاع من القمح يعادل صاع كامل من الإيه من التمر أو الشعير عند الصحابة، فعل ذلك الصحابة. يبقى إذن ابن المنذر يقول إيه؟ جاء في فتح الباري ما ذكره ابن المنذر من أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح لأنهم رأوه معادلا في القيمة للصاع من التمر أو الشعير. ولهذا قال سيدنا معاوية رضي الله عنه: إني لأرى 2 مدات من سمراء الشام، يعني القمح 2 مدات أهو، 2 مدات يعني حفانين، 2 مدات من سمراء الشام تعدل صاعا من التمر. الصاع من التمر 4، معايا؟ إني لأرى، ده سيدنا معاوية رضي الله عنه بيقول ذلك، إني لأرى 2 مدات من سمراء الشام تعدل صاعا من التمر. انظر، فهم قدروه بالإيه؟ بالقيمة، قدروه بالقيمة. 3، أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن أنتقل إلى 3، يعني ما مضى في كلام سيدنا معاوية وكلام الصحابة إيه؟ إنهم القمح مش منصوص عليه نهائي في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرجوا من القمح، وأخرجوا نصف صاع من القمح ما يعادل صاع من التمر أو الشعير. الصاع اللي هو إيه؟ 4 أمداد بكفي الرجل معتدل القوام. يعني لو جئت كده للحبوب وأخذت منها حفنة 1، يبقى كده 2 مدات كده، 3 4، يبقى كده 4 أمداد، ده يسمى صاع. هم من الشعير أو القمح الصاع اللي هو 4 أمداد ده أخذوا بدلا منه، سيدنا معاوية قال أرى 2 مدات تعدل صاع، 2 مدات يعني حفنين بس من القمح تساوي 4 أحفنة من الايه من التمر او الشعير. 4 أحفنة دي اسمها ايه؟ صاع. طب 2 مدات اللي هو حفنين بس اسمه ايه؟ نصف صاع. سيدنا معاوية كان يرى نصف الصاع يعادل الصاع من الشعير، نصف الصاع من القمح يعادل الصاع الكامل من الشعير او الايه او التمر، وجرى على ذلك فعلهم، وفعل ذلك سيدنا مين؟ سيدنا معاوية، وهو من كتاب الوحي. إذن استدل المجوزون بذلك أيضا. 3، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم في هذا اليوم، منهم يعني المساكين، يقصد الفقراء والمساكين، أغنوهم في هذا اليوم. والإغناء قال العلماء والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام، يعني إغناء الفقير بيتحقق بالحبوب ويتحقق بالمال، بل المال أيسر وأفضل له لأنه يتخير به ما شاء، لأن السنة مصلحة الفقير، يعني شرعت هذه الزكاة لصالح الفقير، لمصلحة الفقير، لإغناء الفقير، ويتحقق إغناء الفقير أكثر بالمال لأنه يتخير ما شاء، يأتي بما شاء. إذن الإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالإيه؟ بالطعام. فالمقصود هو إغناء الفقراء، والمال أنفع لبعضهم من الطعام، والمال أنفع لبعضهم من الطعام. وفي عصرنا هذا كثير من الفقراء يأخذ الطعام اللي هو الحبوب، يعني يأخذ الطعام ويبيعه بأقل من ثمنه. لماذا؟ ليشتري حاجياته في أيام العيد له ولأولاده، لأن الحبوب مش هيدفع بها فاتورة الكهرباء، الحبوب مش هيشتري بها حذاء لابنه، ملبس جديد لابنه، الحبوب مش هيشتري بها طعام أو شراب أو ما شابه ذلك. كل هذه الأشياء تحتاج إلى المال. كان زمان ممكن يعملوا عملية تبادل، تبادل يعني أخذ منك تمر وأعطيك قمح، أخذ منك كذا وأعطيك كذا، التبادل. أصبح التبادل الوحيد في هذه الأيام بالمال. إذن أصبحت الحاجة للمال أكثر مما يتخيل البعض. هو لما أخرج له الحبوب في صبيحة يوم العيد أو قبل العيد، ليلة العيد حتى،
هيعمل بيها ايه؟ هيروح يوم العيد يبدلها من مين او يبيعها؟ مين هيشتري حبوب ويبيع حبوب يوم العيد؟ سيضطر الفقير ان يقف بها في الشوارع يبحث عن من يشتريها منه، ولا يجد من يشتريها منه، ويبيعها ان باعها باقل من قيمتها ليشتري لاولاده ملابس او يغني نفسه في ايام العيد. ونحن نرى في هذا العصر ان الغناء، كل الغناء جعله الله بسبب المال، المال أصبح سبب الغناء وتيسير الأمور كلها. لو أردنا تيسير الأمور للفقير لأعطيناه المال كأننا أعطيناه توكيلا يتخير به ما شاء من الأصناف، ويشتري لبيته ما يحتاج بما شاء وكيف شاء. إذن السنة والأمر الحقيقي الذي شرعت له هذه الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم، نغنيهم عن ذل السؤال في ذلك اليوم. إذن يأخذه الفقير ويبيعه بأقل من ثمنه، بل يضطره هذا الأمر بالحبوب التي معه إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب. فماذا سيصنع بالحبوب في يوم العيد إن بقيت عنده الحبوب، خاصة إن كان في مدن ليس التعامل كثيرا فيها بالحبوب، أو كان في دولة أجنبية لا تعرف أمر الحبوب أصلا بل تتعامل بالنقد، بل النقد أصبح يعني أمرا عاديا فيها، تتعامل بالأوراق أو الفيزا أو ما شابه ذلك، تضعها في الماكينة وتأخذ الأموال، يعني تعاملهم أصبح منتهي عما نحن نفكر فيه الآن. إذن الحبوب في زماننا هذا أصبحت صعبة بعض الشيء، وهي الأصل، فمن شاء فليخرجها، ومن شاء فليسعى في مصلحة الفقير وتيسير الأمر للفقير. نسأل الله أن يوفق الجميع. يعني كأنك بإخراج المال تعطي توكيلا للفقير أن يتخير ويشتري لنفسه ما شاء. ولذلك تجد دار الإفتاء المصرية في فتوى عام 2011 تفتي فتقول: أما في عصرنا هذا وقد انحصرت وسائل التبادل في النقود وحدها، فنرى دار الإفتاء اللي بتتكلم، فنرى أن هذا المذهب اللي هو يقصده إخراج القيمة، أن هذا المذهب هو الواقع الأوقع والأرجح، هو الأوقع والأرجح، بل نزعم أن من خالف من العلماء قديما، العلماء اللي قالوا بلازم إخراج الحبوب قديما، أن من خالف من العلماء قديما لو أدرك زماننا هذا لقال بقول أبي حنيفة. يعني لو أكابر العلماء القدماء الذين لم يروا إخراج القيمة لو عاشوا في زماننا هذا من فقههم وعلمهم لقالوا بقول أبي حنيفة في جواز إخراج القيمة. ليه؟ دار الإفتاء تقول ليه؟ يظهر لنا ذلك من فقههم وقوة نظرهم، اللي قرأناه من الفقه بتاعهم وبعد نظرهم يجعلنا نفترض أنهم لو وجدوا في عصرنا هذا لقالوا بقول الإمام أبي حنيفة. إذن فالأصل الذي شرعت له زكاة الفطر هو مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم. ولذلك تجد العلامة أحمد ابن صديق الغماري يؤلف مصنفا كاملا عن إخراج المال اسمه تحقيق الآمال بإخراج زكاة الفطر بالمال، يعني يستدل فيه بأدلة كثيرة، يرجح فيه قول أبي حنيفة بأدلة كثيرة وأوجه كثيرة تصل إلى 32 وجه من الأوجه التي يرجح فيها قول أبي حنيفة على قول غيره بجواز إخراج القيمة والمال في زكاة الفطر. إذن أنت بالخيار في أمرك، أردت أن تتمسك بالحبوب فتخرجها أخرجها حبوب، إن أردت الأفضلية فأخرج المال والقيمة، فإنها مصلحة الفقير وأنفع للفقير حقا. الإمام محمد أحمد، الشيخ محمد أحمد المسير عليه رحمة الله، أدركته يقول في فتوى يسأل فيها، نسأل الله أن يرحمه وهو في دار الحق الآن، يقول: الأفضل في زماننا هذا هو إخراج القيمة، إخراجها للفقير مالا. علماء الأزهر قاطبة لجان الفتوى في كل مكان في العالم
تجوز إخراج القيمة بل ترى أفضليته ورجحانه لأنه يصب في مصلحة الفقير. حتى من كانوا يتشددون في إخراج الحبوب تشددا ولا يجيزون شيء قبل ذلك من الدعاء، بدأوا في هذه الأيام يخفضون صوتهم ويقولون لا بأس بإخراج القيمة. بعد أن ملأوا الدنيا ضجيجا بدأوا يخفضون أصواتهم ويقولون لا بأس بإخراج القيمة لمن أراد ذلك. يبقى إذن كل الأمور تتضافر وتصب في مصلحة الفقير، فلتكن أنت أيضا ممن يصبون في مصلحة الفقير. نسأل الله أن يهدينا لأرشد أمرنا، نسأل الله أن يهدينا لأرشد أمرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.